تمام دكتور هبة، يسعدني ويشرفني ان احنا نتشرف بوجود الدكتور وليد عصام عبد الجواد. الدكتور وليد عصام انا واشرف بيه ان احنا اصدقاء بقالنا فتره شويه على الانترنت وعلى الفيسبوك، ويعني الفرصه سعيده جدا جدا بوجودي معاه، يعني ان هو وافق ان هو يشاركنا في ورشه من ورش ايمرج افريقيا بالعربي، وان شاء الله يا رب تكون ورشه مفيده. والورشه دي هي عباره عن ورشه متخصصه جدا في مجال التعليم الالكتروني، وان احنا هنتكلم في تصميم المقررات الالكترونيه، وهنشوف خلال الورشة دي مع دكتور وليد ايه الخطوات اللي احنا هنعملها عشان نتكلم عن تصميم المقاطع الالكترونية، وهنستخدم فيها احد البرامج واحد التولز اللي هي تعتبر من اهم التولز اللي شغالة في مجال الانتاج في الوقت الحالي. دكتور وليد عصام هو دكتور واستاذ تعليم الالكتروني المساعد بمعهد الادارة العامة بالمملكة العربية السعودية، وكمان الدكتور هو مدرب معتمد في منظمة اليونسكو، حاصل على الدكتوراه من جامعة اسكندرية 2010. وأنا هسترك المايك دلوقتي مع دكتور وليد، ونشرف بيك يا دكتور وليد كإيمرج أفريقيا بالعربي، ونشرف كل حضور الكرام معانا، وإن شاء الله تكون ورشة جميلة ونشرفكم جميعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا دكتور على المقدمة الجميلة دي، وأرجو إن شاء الله أكون عند حسن ظن حضرتك والسادة الحضور بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله، توكلنا على الله ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع حضراتكم دكتور وليد عصام علي عبد الجواد، أستاذ التعليم الإلكتروني المساعد بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية. تخصصي أساساً مناهج كتب وتدريس، وهنا التخصص ده بينطلق عليه تكنولوجيا التعليم الإلكتروني، ده تخصصي الدقيق. بتشرف بحضراتكم إن شاء الله، وبأشرف هذه الجلسة والسيشن بإذن الله تعالى. ندعو الله تكون جلسة ثرية ويكون فيها إفادة واستفادة للجميع بإذن الله تعالى. النهاردة إن شاء الله هتكون جلستنا مدتها في حدود الساعة، ممكن تزيد شوية طبعا بعد إذن الدكتور والمنظمة، ممكن تزيد دقائق، وإن شاء الله بإذن الله تعالى هنحاول نغطي فيها جزء مهم جدا. الجزء ده واحنا بنتكلم في التفاصيل هنجد ان عندنا مشكله كبيره جدا بتقابلنا في تخصص التعليم الالكتروني او التصميم التعليمي او التصميم المنهجي، اللي هو مراحل انتاج مقرر او محتوى الكتروني عموما. ازاي انا اقوم بانتاج محتوى الكتروني، انا كشخص، انا متخصص، يجب علي ان انا اكون على درايه كامله بكافة المراحل الخاصة بإنتاج محتوى إلكتروني، أيا كان المحتوى ده، محتوى تدريبي، محتوى تعليمي. طبعاً في كريتيريا معينة لكل حاجة هنذكرها إن شاء الله، ولذلك هي السيشن بتاعت النهاردة يعني هتنقسم إلى جزئين، جزء النهاردة وجزء إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال شهر، يعني أول يوم جمعة بإذن الله في الشهر القادم هيبقى جزء الثاني بإذن الله تعالى. طبعا في اسئله انا هرد عليها، في اسئله اللي مش هرد عليها دي هيرد عليها الاداريين، وطبعا في اسئله للدكتور محمد هيرد عليها بنفسه والمنظم. الفكره ان السيشن دكتور وليد، اتفضل يا فندم. تمام، حضرتك على الاسئله اللي مطروحه. انا عاوز انوه بس حاجه بسيطه جدا، بالنسبه للاسئله كلها هنخليها في نهايه كل جزء من اللي هو اللي احنا هنتكلم فيه في السيشن، بحيث ان احنا منظمين، بحيث الدكتور اللي لم يفتح الاسئله هنتكلم في الاسئله دي، وانا هقود الاسئله وابعتها لحضرتك باذن الله. بالنسبه للسؤال عن الشهاده، احنا كإيمرج أفريقيا بالعربي، الناس اللي بتتابعنا بقالنا فتره كبيره عارفه ان احنا ما ب... يعني احنا مهمتنا ان احنا بندي الدوره اكتر ما بنهتم بالشهاده. فعاوز اوضح ان احنا بنهتم بالتعليم والمعرفه اكتر من أكثر إحنا نهتم بالشهادة، بس إن شاء الله إن ربنا أذن وكانت يعني دورات مستمرة بشكل معين كده، المرحلة القادمة هيبقى فيه شهادات وهتبقى لها شكل معين مختلف إن شاء الله بالنظام الجديد بتاع إيمرج أفريقيا بالعربي. وأنا هترك المايك دلوقتي لدكتور وليد، ومش آسف للمقاطعة تاني مرة، وإن شاء الله مش هتكرر تاني، والمايك مع حضرتك يا فندم. تحت أمر حضرتك. نكمل بعد الدكتور. زي ما اتفقنا إحنا مدة اللقاء هتكون في حدود قرابة الساعة، ممكن تزيد تبقى ساعة وربع، ساعة وعشر دقايق. هحاول ان انا ما بقاش ضيف تقيل عليكم، احنا فترة صيفية ومفروض ان احنا يعني في بعضنا هيبقى دي السيشن دي عبارة عن ريفرش لي، في البعض التانية تبقى السيشن ان شاء الله دي تكون اساسية اللي ينطلق فيها
في مجال التعليم الإلكتروني بإذن الله تعالى. هنبدأ بإذن الله تعالى بالتعارف مع حضراتكم. هاخد بس نبذة سريعة عن كل واحد من حضراتكم، بس فضلا لأمرا يكتب اسمه ومجال التخصص أو المجال اللي بيعمل فيه. First name يعني مثلا أحمد بيشتغل مثلا في طرق تدريس، مثلا علا بتشتغل مثلا في التصميم التعليمي. أخذ كده نبذة عن حضراتكم سريعا عشان أعمل بس ريفيو عن قدراتكم وأبدأ أدخل من أي مدخل مناسب لعلمكم الغزير. طبعا شكرا الأخ، طبعا مع حفظ الألقاب لو حد حابب أن أقول لقبه يكتب لي قبلها. دكتورة إيناس سليمان، ممتاز، علم نفس، علي تكنولوجيا تعليم، علي إن شاء الله هتستمتع معنا جدا. دكتورة شيرين لغويات، أهلا بحضرتك سامي ياسر، أهلا بيكم، أهلا وسهلا. معلمات رياضة الأطفال هيستمتعوا معنا جدا جدا جدا. طبعا إدارة أعمال الأستاذ أحمد أو دكتور أحمد. دكتورة نعم فيزياء فيزيكس، أهلا بيكي. دكتورة انشراح، أهلا بحضرتك. دكتورة هبة دراسات، أهلا بحضرتك، أهلا بحضرتك. ليكتشر فيزيك، أوكي تمام تمام، واضح ما شاء الله تبارك الله. أسماء الغنيمي تكنولوجيا، في تنوع جميل جدا، وده اللي أنا ببقى فعلا فعلا نفسي فيه. في تنوع رائع في السيشن النهاردة ما بين طرق تدريس لتكنولوجيا التعليم للرياضة الأطفال واللغويات للفيزيكس. التنوع ده هو اللي بيخلق ثراء في المعرفة. يعني أنا هقول معلومة، في غيري هيضيف عليها، غيري هيضيف عليها، في النهاية الكونكلوجن هيبقى بالنسبة لكم إن شاء الله بإذن الله يكون رائع. أستاذنكم أنا أقفل الكاميرا، أنتوا شفتوني وعرفتوني. هنبدأ أعرف نفسي مع حضراتكم. دكتور وليد عصام علي عبد الجواد، أستاذ التعليم الإلكتروني المساعد. المفروض أن أنا الحمد لله أخذت الترقية، لكن لحد دلوقتي ما استلمتهاش رسمي فما أقدرش أكتبها. الدكتورة بتاعتي في تخصص التعليم الإلكتروني من جامعة اسكندرية 2010، ديسمبر 2010 بالتحديد. مدرب معتمد من منظمة اليونسكو في الجامعة الأمريكية، ومدرب معتمد من دول مجلس التعاون الخليجي، ومدرب معتمد من مركز التعليم الكبار بجامعة عين شمس، وخبير معتمد من جامعة إلينوي في تصميم وإدارة الموك اللي هي المقررات المفتوحة. ودي إن شاء الله لو بإذن الله تعالى بعد لو لقينا إقبال يعني من حضراتكم على سيشن كاملة عن الموك بإذن الله تعالى أعملها لكم كاملة بإذن الله، تكون دسمة جدا جدا عن المقررات مفتوحة المصدر اللي هي الموك. وبتفضل بأن أنا الحمد لله رب العالمين بعضوية الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي وعضوية الجمعية المصرية للتكنولوجيا التعليمية. لو الصوت واضح عند حضراتكم، لو الصوت واضح عند حضراتكم بس نعمل واحد، عشان في عندنا أخ اسمه محمد واحد، يبقى المشكلة عند حضرتك أستاذ محمد، هي المشكلة واضح أنها عند حضرتك مش عندنا. قواعد العمل، قواعد العمل هي قواعد العمل المنظمة لأي ورشة أو سيشن إلكترونية. أي حد من حضراتكم حابب المداخلة يعمل ريز هاند، تمام، هل هيبقى في مايك أو لا على حسب إدارة الجلسة، دي مش عندي أنا. رابط اليوتيوب بيظهر تباعا لحضراتكم. طبعا لو في حد بيناقش جزئية مش من حق حد إن هو يعمل مداخلة إلا بعد ما ينتهي الآخر. لكن في مايك، لكن حضرتك بتعمل ريز هاند، وأتمنى إن يبقى في مداخلات. والدكتور محمد ألفي إن شاء الله. طبعا ممنوع الكلام في السياسة وفي الأعراف وفي الدين، دي حضراتكم أساتذتنا في مراعاة الأبعاد الخاصة بقواعد العمل في أي سيشن أو محاضرة إلكترونية. سريعا سريعا، حضراتكم تتوقعوا النهاردة كعناوين، مجرد عناوين، كل واحد من حضراتكم كده يتخيل عنوان هو يتوقع أو يتمنى إن هو يلاقيه النهاردة في السيشن. عنوان بسيط جدا مكون من عدد كلمات بسيطة. إيه العنوان اللي حضرتك تتمنى أو تتوقع؟ كيف أعد مقرر إلكتروني؟ ممتاز ممتاز دكتورة إيناس، أنت كده جبت الزبدة يعني. لكن إن شاء الله بعد السيشن الثانية أوعدك إن حضرتك بنفسك بإيديكي تقدري تعدي مقرر إلكتروني مثالي. التعريف بالبرامج، تمام، هندرس
احنا طبعا واخدين الارتكيت كنموذج للبرامج دي، في برامج كتير جدا هنقولها، لكن واخدين الارتكيت وهنقول السبب ايه. تصميم وانتاج موقع الكتروني، تمام. ايه تاني؟ ما هو تصميم يعني عشان اصمم موقع الكتروني، المنصات الجديده والدعم للتكنولوجيا الواقع المعزز. لا هي دي بعيده جدا دكتور علي او الاخ علي. طبعا انا ممكن اعمل لكم فيها زي بيبر بسيطه جدا، هي المنصات البورتال الجديده والداعمه للواقع المعزز، ممكن اعملها لكم في بيبر واديها للدكتور محمد وهو ان شاء الله يعرضها عليكم ويبعتها لكم على الميل، لكن ده مش موضوعنا عشان اكون صادق. يعني معايير تصميم المقالات الالكترونيه هنتعرض لها جدا جدا جدا، مواصفات وشروط المقال الالكتروني، تمام ممتاز. ان يكون تفاعلي طبعا، جذاب التصميم، كلمه جذاب التصميم دي ده قمه المقرر بتاعنا. يعني ايه اعمله يعني ايه كلمه جذاب؟ وليه اقول ده جذاب ولا وليه اقول ده تصميم جيد وده تصميم مش جيد؟ مراجع عربيه للتصميم ان شاء الله باذن الله تعالى. الاخ حسام، الدكتور حسام او الاستاذ حسام، وعد مني باذن الله تعالى بعد سيشن النهارده هجمع لكم بعض المراجع بي دي اف كتب كمان عربي وانجليزي، وان شاء الله باذن الله تعالى السيشن الثانيه دي اللي هيبقى فيها كميه كتب وبي دي اف باذن الله عربي وانجليزي باذن الله تعالى. شاكر ومقدر اخ حسام، الله يعزك يا رب ان شاء الله. تمام كده تقريبا حضراتكم قلتوا جزء 60 او 70% من اللي هيتقال في محاضره النهارده. ان شاء الله سوف يتم ارسال المصادر تماما زي ما الدكتور محمد نبيل. كده احنا قلنا حوالي ما يقرب من 60 الى 70% من اللي هندرسه ان شاء الله في محاضرة اليوم. طيب الارتكويت احد ادوات التصميم طبعا، وهنقول ليه. يعني احنا النهاردة بنتكلم في تصميم المقالات الالكترونية باستخدام الارتكويت 13 اللي هو البريزنتر، وده هيبقى بي دي اف تفاعلي. لا هو انا هبعت لحضرتك ملفات الكتب، يعني هبعت لك كتاب كامل 100 صفحه 200 300 صفحه على شكل بي دي اف، يعني هبعت لك الكتاب نفسه، تمام، حضرتك تتصفحي فيه وتسيرش براحتك. ده ان شاء الله باذن الله هبعته من المكتبه الخاصه بيا، ودي هديه مني لحضراتكم ان شاء الله. باذن الله هيكون فيه عربي وهيكون فيه انجليزي، وانا اتمنى 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 حضراتكم مهما كان قدركم، يعني انتم ما شاء الله تبارك الله اساتذتنا في اللغه، سواء كانت اللغه بسيطة أو متوسطة أو لغة advanced، ياريت نقرأ كتير حتى لو في الصفحة ما فهمتش غير معلومة واحدة، المرة الجاية في نفس الصفحة هفهم معلومتين وثلاثة واربعة، فما أتجاهلش الإنجليش ياريت يعني. تمام شكرا الأستاذة شيرين أو الدكتورة شيرين، تمام، وإياكم دكتورة إيناس. فدي إن شاء الله الهدف العام من عندنا، أن احنا نصمم مقرر إلكتروني كامل من خلال برنامج الارتكليت. طب انا عشان اعمل المقرر الالكتروني ده المفروض اعمل ايه؟ يبقى هي دي محاور الجلسه بتاعتي النهارده. ايه محاور الجلسه عندي؟ هركز كده لحظات فيها ونشوفها مع بعض. اول حاجه الجلسه التدريبيه، لازم طالما انا كوليد او انا كاكس، انا كشخص في هذا المجال متخصص بركز تاني كمان مره، عايز اصمم مقرر الكتروني. لا كثير الاستاذ اسامه او الاخ اسامه، كثير من برامج المقررات الالكترونيه لا تلائم اللغه، لا الارتكوليت كومباتبل 100% مع اللغه العربيه، وده سبب من ضمن الاسباب اللي انا اخترته فيها، تمام، وهقول لحضرتك ازاي وامتى وفين وكل حاجه باذن الله تعالى. تمام محاور الجلسه النهارده باذن الله تعالى اساسيات الجرافيكس. طب ايه علاقه الجرافيكس باللي احنا بنقوله؟ ما احنا لسه بنقول يا جماعه عشان اعمل مقرر الكتروني جيد جذاب تفاعلي، ازاي اعمل كل ده من غير ما يبقى انا عندي فكره عن اساسيات الجرافيكس؟ هو انا لازم اعرفها؟ لازم اعرفها، ده شرط من شروطي انا كمعد برامج الكترونيه، او بمعنى صح مصمم ومطور برامج الكترونيه، لازم اكون على درايه كامله باساسيات الجرافيكس. طب ايه اساسيات الجرافيكس دي اللي هناخدها النهارده بالكامل مطولا؟ وباذن الله تعالى باذن الله هيبقى في زي تاسك كده هطلبه من حضراتكم باذن الله. التاسك ده بسيط، يعني خلال فتره الصيف مع معلش مع الحر والجو القاسي شويه، انا بكلمكم من الرياض، فالجو عندنا في الرياض قرابه الحراره قرابه 48 49 اذا ما كانتش بعديها 50 يعني،
فمعلش هتستحملوني شويه، لازم اكون متخصص جرافيكس عشان اقدر اصمم مقالات. لا مش شرط، وعشان كده احنا بندي السيشن النهارده. لو حضرتك بس في مجال التربوي، مجال التربوي وعندك درايه تقنيه بالحاسب الالي، يعني تعرف تفتح الباوربوينت، تعرف تشتغل باوربوينت، هتاخد معايا بعض المفاهيم النهارده ان شاء الله. من خلال المفاهيم دي حضرتك هتبدا تصمم بيها على المحاضره الجايه الارتكوليت السوفت وير الجديد، وتعمل مقرر الكتروني جيد جدا ان شاء الله اذا ما كانش ممتاز. طيب النهارده هندرس ايه؟ يبقى انا اقنعتك انك لازم تدرس الجرافيكس او اساسياته عشان تقدر تصمم، لان انا لا هجيب مصمم جرافيك ولا هجيب حد بتاع صوت ولا هجيب حد بتاع صور، ده انا اللي هعمل كل حاجه، يعني انا هطبخ كل شيء بنفسي، انا المسؤول عن كل شيء بنفسي. وطبعا اللي هو من احد عناصر المحتوى الخفيات. تمام 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 استاذه مي او دكتوره مي، طبعا الصور والتصميم طبعا كل ده احنا هناخده النهارده ان شاء الله، وهنعرف ازاي كيف احمل الارتكوليت ده ان شاء الله. هرد على حضراتكم في السؤال باذن الله تعالى في مرحلته، لان هو مجاني ولكن 30 يوم، فانا ان شاء الله اخر المحاضره هذكر النقطه دي باستفاضه. عشان حضرتك تبدا تصمم شغل جرافيكس جيد ايا كان هذا الشغل، لازم تعرف مقدمه عن الجرافيكس، لازم تعرف حضرتك برضو انا هحاول كده اجيب لكم نوتس كده عشان تشوفوها معايا. لازم تعرف الصور النقطيه، الفرق بين اهلا استاذ شاهين، اهلا بحضرتك، معلم او معلمه لغه انجليزيه يمكن قري غلط عفوا. لازم ابقى عارف الفرق بين الصور الفيكتور والراستر، وهعرف الفرق بينهم عشان ابدا اوظفه. لازم افرق، عليكم السلام، لازم افرق بين ملفات الصور النقطيه والرسومات عن طريق الامتداد الاكستنشن جي بي جي بي ان جي. الحاجات دي معناها ايه؟ لازم ابقى عارف، مش احفظها بس اعرفها. الالوان، وما ادراكم ما الالوان يا جماعه وعالم الالوان. الالوان بحر لازم حضرتك تكون فيه مدرك انت هتبدا منين وتنتهي فين. السلام عليكم، كم جلسه اللقاء؟ ان شاء الله اللقاء النهارده عباره عن جلستين، جلسه اليوم وجلسه ان شاء الله في نفس الجمعه الاولى من الشهر القادم باذن الله تعالى. دكتور محمد يا ريت حضرتك معاك الاسئله، شكرا انت شلت من عندي عبء كبير جدا جدا. تمام، اكمل انا مع حضراتكم عشان ما اقطعش حبل التفكير بتاعنا. الالوان، في بعض المصطلحات غايه في الاهميه زي بيكسل اسبيكت ريشيو، ريزوليوشن، يعني ايه ريزوليوشن، يعني ايه كلر مود، يعني ايه بيت ديبث، يعني ايه انفوجرافيك. مواقع الصور الاحترافيه، يعني لو انا عايز اجيب صوره والصوره دي انا حابب ان انا استخدمها، ازاي اجيب الصوره المناسبه؟ دي حاجه في منتهى الاهميه. تمام، دي برضو هناخدها النهارده ان شاء الله وهنتعرف عليها مع حضراتكم. طيب نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاهداف التفصيليه، طبعا من المتوقع ان شاء الله باذن الله تعالى بعد نهايه الجلسه التدريبيه ان حضرتك او حضرتك تقدروا تفرقوا بين الراستر والفيكتور، ونقدر نعرف ونشتغل على التمبلت كلر، ونعرف الانفوجرافيك، ونعرف الانفوجرافيك بيتعمل ازاي، بيتكون من ايه، وايه المواقع اللي بتساعدني على شغلي في الجرافيكس عموما. تمام، مقدمه سريعه، نبدا نعرف يعني ايه يا جماعه كلمه جرافيك. الجرافيك هو عباره عن صوره الكترونيه ملونه بيتم تصميمها بعده وسائل، اما عن طريق الكاميرات الرقميه او البرامج المتخصصه. يعني الجرافيك عباره عن صوره، الصوره دي بتبقى كالرز ملونه، بتتصمم بعده وسائل، اما عن طريق الكاميرا ديجيتال كاميرا او برامج متخصصه زي الفوتوشوب. وطبعا يستخدم الجرافيك بصوره اساسيه في الدعايه لمنتجات او خدمات معينه، ده شيء اكيد. بتسهل شرح مبادئ معينه، ممكن احط اركان الاسلام، مبادئ عامه في التصميم التعليمي، احطها في شكل انفوجرافيك رائع بدل ما احطها ثلاث اربع صفحات، بتسهل. الجرافيك بيستخدم بشده في الافلام كنوع من المؤثرات او تحريك العناصر، صور ورسومات وكتابه عشان اعمل اعلان. طبعا الاعلان في حركه اللي هي الموشن جرافيك، يعني الانفوجرافيك حاجه والموشن جرافيك حاجه ثانيه. عشان كده الموشن جرافيك
ببدأ أشتغل منه وبنطلق منه لصناعة الكرتون اللي هي أساسها أساساً الجرافيك. تمام؟ ندخل بعد كده على نشاط سريع. خلال أقل من 5 دقائق كل واحد من حضراتكم، طبعاً هو المفروض أننا ما شاء الله إحنا تقريباً قرابة 50، فعشان العدد زاد أنا كنت عامل العدد أقل من كده، فالعدد زاد عن العدد المتوقع، فهيبقى الرد بيرسونال كل شخص لحاله، على أساس أنا كنت عامل هاخد مجموعات وكل مجموعة يبقى ليها ليدر ونغير الليدر والليدر هو اللي يتكلم كل مرة، فعرض المجموعة مش هيبقى موجود النهاردة، هو كل واحد هيتكلم بلسان حاله. عايز أعرف الفرق بين الراستر والفيكتور، كل واحد من حضراتكم كده في 5 دقائق سريعا، وطبعا هي مدة النشاط 10 دقائق لكن احنا هنختصر 5 دقائق سريعا. ايه الفرق بين الصور النقطية والرسومات؟ يعني ايه هو الفرق بين الراستر والفيكتور؟ الصور الأستاذ يسمى الصورة النقطية عبارة عن شبكة من قيم البيكسل، اما الرسومات فهي عبارة عن متجه. هو تعريف علمي بحت بس هنوضحه أكتر. الجودة والساعة التخزينية وإمكانية التكبير، ده من ضمن المميزات مش الفروقات على فكرة. بيكسل والراستر بالضبط، أنا عايز أعرف الفرق بين الراستر والفيكتور، إيه الفرق بين الراستر والفيكتور؟ طبعا بيكسل يعني مش باينة قوي، عايزين نوضحها شوية زيادة. الصورة النقطية لها حجم أكبر من الرسومات. طيب نشوف برضو حد تاني، نشوف حد تاني من حضراتكم. راستر والفيكتور، لو حد حابب يعمل مداخلة صوتية يعمل ريز هاند ونديله المساحة، ما فيش مشكلة خالص. الأستاذة مي، الفيكتور يستخدم المنتجات تحتفظ بجودة الصور أصلا. برضو كلام بعيد شوية لكن احنا عايزين كلام نفهمه كلنا، لأن احنا زي ما اتفقنا ان احنا من مجالات مختلفة. الأستاذ علي عبادي، نقاط على الشاشة تكبيرها تقلل. أوكي، كلام إلى حد ما في صلب الموضوع. الأستاذة مروة، الصور المرسومة على الفوتوشوب راستر وجودتها بتقل لما كبر. أوكي، برضو مش غلط الكلام. طب حد حابب يعمل مداخلة صوتية يشرح فيها الفرق بين الراستر والفيكتور؟ حد حابب يعمل ريز هاند أو يكتب التعليق اسمه انه عامل عايز يكتب صوت، واحنا نفتح له يبقى معاه لمده دقيقه يشرحها لنا قبل ما انا اتجول فيها. الراستر صور الكاميرا العاديه، بينما الفيكتور صور بدقه فائقه وعاليه جدا. استاذ حسام، الى حد ما الكلام برضو في صلب الموضوع مش غلط. اخد برضو مداخله او اتنين كمان عن الفرق بين الصور النقطيه. الإليستريتور فيكتور مهما كبر جودتها. أستاذة مروة، هي برضو كلمتي في جزئية صحيحة. الفوتو أستاذ علي عبادي، الفوتوشوب مثال. أوكي، برضو مثال صحيح مش غلط. الرسومات تحتاج برسم الرسم برضو. أستاذة إنعام السيد، برضو كلام حضرتك، الرسومات تحتاج برنامج رسم والصور بالكاميرا، يعني كلام برضو إلى حد ما صحيح. طيب عايز أبص كده مع حضراتكم سريعاً. ريستر، راستر وفيكتور. راستر وفيكتور، إيه في الصور اللي قدام حضراتكم دي راستر وإيه فيكتور؟ يعني الفنان عادل إمام صورته راستر ولا فيكتور؟ وميكي ماوس أو ميمي راستر ولا فيكتور؟ ها؟ عادل إمام راستر. ها؟ إيه تاني؟ طبعا راستر، ده الأستاذ علي عبادي. ايه تاني؟ عادل راستر، ميكي فيكتور. تمام، ايه تاني؟ دكتور هبه، عادل امام راستر. تمام، ممتاز. اخد مداخله كمان. عادل امام راستر ولا فيكتور؟ وميكي راستر ولا فيكتور؟ دكتوره انشراح، عادل راستر. مظبوط كلام حضراتكم، مظبوط. صورة الفنان عادل إمام راستر، ورسمة ميكي ماوس فيكتور. طب ليه أنا قلت الكلام ده؟ ده اللي هنقوله حالا، ده اللي هو الفرق اللي هنقوله حضراتكم حالا. هناك نوعان من الصور ويفرق ما بينهما طريقة التصميم وحفظ الصورة. يعني طريقة التصميم وحفظ الصورة بتفرق،
مظبوط مظبوط الاستاذه ايمان. ولكي نقرب الصوره اكثر بنسال سؤال، ايه الفرق بين صوره عادل امام وميكي ماوس؟ سؤال بسيط، ما الذي يعطيك الاحساس ان صوره عادل امام حقيقيه بينما صوره ميكي ماوس صوره مرسومه؟ ليه؟ ده سؤال مهم جدا هنرد عليه لاحقا. الصور النقطيه يا جماعه، الصور النقطيه اللي هي الراستر، اللي هي صوره الفنان عادل امام، بتبقى صور طبيعيه اشخاص بيتم تخليقها عن طريق الكاميرا الرقميه ديجيتال كاميرا، وعاده ما يكون فيها ملايين الالوان على حسب ابعادها او جودتها، بمعنى اخر الريزوليوشن بتاعها. وبتتكون هذه الصور من مربعات صغيره بنسميها البكسل، زي ما احد الزملاء الافاضل قال لي بيكسل، طبعا هو انا فاهم بس الزملاء مش هيفهموها، تمام؟ وهي وحده قياس طول وعرض الصوره الرقميه، وتحمل لون واحد فقط. وزي ما احنا شايفين في الصوره ان كل بيكسل بيحمل لون واحد في صوره عادل امام. هذه الالوان بتكون تفاصيل كتير جدا في الصوره الطبيعيه اللي هي صوره الفنان عادل امام. معالجه الصور النقطيه يا جماعه بتتم من خلال برامج كتير جدا، اشهرها هو الفوتوشوب. يبقى الراستر صور طبيعيه حقيقيه بلتقطها بالديجيتال كاميرا حسب الريزولوشن بتاعها، بعالجها باشهر برامج الفوتوشوب. ده الراستر يا جماعه. بصوا هنا معايا صوره الفنان عادل امام اهي، شايفين كل بيكسل زي ما انتم شايفين معايا، كل بيكسل يا جماعه، كل بيكسل، انا بس عايز اوضح لكم، لون الاطار لون، العين لون، نن العين لون، شايفين العلامات الصح دي؟ الاف بل ملايين من ملايين من الايه البيكسلز، كل بيكسل بتدي لون، تحمل لون معين. طيب لو انا عملت زوم اكتر هلاقي الصوره اللي في المنتصف اقل وضوحا او اقل ريزوليوشن من الصوره الاولى. طب لو كبرت اكتر وعملت زوم اكتر هلاقي ان الصوره بعد ما تعمل لها زوم 1200 مره اصبحت غير واضحه. ليه غير واضحه؟ لان هي راستر، كل ما كبرها تبكسل، درجه الريزوليوشن بتاعتها بتقل كل ما بفتح الصوره بعمل لها زوم اكتر. تمام، واضحه؟ اتمنى فكره الصور الراستر او الفيكتور تكون واضحه. فكره التحويل هنسيبها شويه لان مش عايز الخبط الناس استاذ اسامه، انا مش عايز الخبطهم، فان انا احول الاثنين من دي لدي وارد، لكن انا مش عايز يعني انا حتى مش هقولها تتم ازاي في الفوتوشوب. تمام، ربنا يبارك في حضرتك يا رب. تمام، احنا كده خلصنا فكره يعني ايه الصوره راستر. مظبوط، هل واضحه الصوره الراستر ولا لا؟ لو واضحه نكتب واحد في الشات الصور النقطيه او الراستر لو واضحه. شكرا لحضراتكم يا جماعه، شكرا جزيلا. ندخل بقى على الرسومات او الفيكتور. ايه هي الفيكتور؟ قال لي الفيكتور بقى هي الرسومات بخلاف الصور، هي رسومات بخلاف الصور. الصور اللي الصور بتاعت عادل امام، الصور النقطيه اللي هي الراستر، يبقى الرسومات تختلف عن الصور لانها لا تتكون من بيكسل، ولكن تحتوي على اي عدد من البيكسل، وانما تتكون من حاجه اسمها الباث. الباثز او المسارات هي اللي بتكون لي الرسومات، وهنشوفها معاكم حالا. كل شكل ياخد لون او كل مسار بياخد لون، لذا نجد عدد الالوان في الرسومات اقل. لما اجي اعرض صوره الفنان عادل امام وصوره ميكي ماوس، ميكي ماوس 5 6 الوان 10 الوان 20 لون، لكن فنان عادل امام صورته بشرته بس فيها ما لا يقل عن 3 4000 لون، البشره بس، اطار النضاره فيها 5000 لون وهكذا. تمام، وده اللي بيدي احساس ان الصوره مرسومه. صوره ميكي ماوس عطيني الاحساس كل ما الالوان قلت كل ما الصوره اصبحت فيها انطباع انها مرسومه او بنسميها كرييتد، منشاه. الرسم طبعا عشان ارسم، دي الرسم هي ملكه جميله جدا. على فكره انا ما بعرفش ارسم، دي معلومه حابب اقولها عن نفسي، انا ما بعرفش ارسم. تمام،
الرسم طبعا بيتم من خلال برامج كتيرة جدا، اشهر برامج الرسم على الاطلاق ادوبي الستريتور. تمام، اوكي، ندخل على النقطة اللي بعد كده. بصوا حضراتكم، ادي هنا الصورة دي لميكي ماوس بزوم 100%، يعني ما فيهاش اي زوم، المقاس بتاعها الاساسي. الصورة دي معامل زوم 400%. هل بكسلت؟ ما بكسلتش. ليه؟ لانها فيكتور، رسومات تعتمد على حاجه اسمها الباثز وليس البكسل. برافو عليكم. هنا 1200، بصوا حضراتكم، شيبس واضحه جدا جدا، حاده، الوان محدوده، مسارات واضحه. عمل زوم 4800 ولا كان في اي حاجه. الالوان واضحه، الرسومات الرسم واضحه، لانها عباره عن رسمه فيكتور وليس راستر. تمام، الامتدادات يا جماعه، انا دلوقتي لما باجي اشوف صوره، ايه اللي يعرفني من غير ما افتح الصوره؟ ايه اللي يعرفني ان الصوره دي راستر والصوره دي فيكتور؟ الصور النقطيه اللي هي الراستر بتبقى بامتداد جي بي جي، جي اي اف، بي ان جي، جي اي اف، تي جي، بي اس دي. ده مثال مش اكتر. طب الصور ده اللي هي صور زي عادل الامام اللي هي صور العاديه بتاعتنا الطبيعيه. طب الصور الرسومات اللي هي الفيكتور تبقى امتدادات تانية مختلفة. يعني أنا ما أقدر أحط اختبار للطالب بتاعي لو أنا مثلا في تكنولوجيا التعليم أو مثلا في دورة جرافيك، أقول له بدون ما تفتح الصورة من امتداد الصورة قول لي الصور دي راستر ولا فيكتور، رسومات ولا صور نقطية. من امتداد أقدر أعرف. طيب الرسومات اللي هي الفيكتور، الـ SVG PDF EPS والـ AI أو اختصار للإلستريتور. تمام؟ واضحة الامتدادات يا جماعة؟ إن شاء الله برضو هيبقى البرزنتيشن متاح لحضراتكم بإذن الله تعالى. هل واضح الفرق بين الفيكتور والراستر؟ لو واضحة نضغط واحد وننتقل للنقطة التالية. لو حد حابب أعيد جزئية ياريت نكتب الجزئية مش واضحة وأبدأ أعيدها تاني معكم. شكرا لحضراتكم وشكرا على التفاعل، شاكر ومقدر. الأسئلة طبعا مع الدكتور مثلا ممكن اقول القلم للكتابه وهكذا. دكتور محمد بيقول ان شاء الله باذن الله. طبعا انا موافق طبعا يا دكتور، طبعا طبعا البرزنتيشن هتكون موجوده متاحه لاي حد يقدر يحملها من حضراتكم باذن الله تعالى. السؤال ايس بريكنج سريع في 5 دقائق كده كل واحد من حضراتكم. احنا كده جينا تقريبا في منتصف المحاضره. هل حضرتك دلوقتي عالق في جزيره مهجورة؟ اذكر شيء عايزه يكون معاك في حوزتك والسبب. ممكن ناخد قرابة 3 او 4 افراد نعمل بس ايس بريكنج سريع مع حضراتكم. معنا بالضبط اقل من 5 دقائق. اكرر السؤال مرة تانية، لو حضرتك ضائع في جزيرة معينة، عالق في جزيرة مهجورة، سامي شيئا او اذكر شيء واحد ترغب يكون بحوزتك ولما ليه. انا مثلا هكتب مثلا اقول القلم والسبب عشان الكتابه مثلا. يعني ولاعه دكتوره مروه. طيب وسيله اتصال لطلب النجده الاخ عمرو، هي جزيره مهجوره ربنا يستر علينا فيها. القران جميل عشان ربنا يسترها يا رب يستر علينا. جميل سكتش رسم والوان الدكتوره مي. استاذ حسام شكرا ليك. الاستاذ سعاد القران الكريم ما شاء الله. جوجل عشان نفتح، ما هو هي جزيره مهجوره ما فيهاش وما ينفعش جوال بقى الاستاذ بسام برضو. بوصله اوكي بس ما ذكرتش السبب. اسرتي من اجل الاستئناس بهم. دكتوره ايناس يا رب يجمعكم دايما على خير.
الهاتف الخلوي. اوكي الاستاذ اسامه. مصحف طيب عشان الشمس. استاذ شروق. الميه. استاذ خلف اتوقع مش كده برضو، بعتذر لو بنطق الاسم غلط. ماء. امي. استاذ بسام. طائره. مركب. استاذ حسام. استاذ سميح. خلف مظبوطه الحمد لله، شرفت بيك استاذ خلف او دكتور خلف. طيب كده احنا تقريبا يا جماعه قلنا ايس بريكنج سريع وتعرفنا على ميول بعض، اللي قال مصحف، اللي قال مركب، اللي قال طياره، اللي قال امي، اللي قال الاسره. بشكر حضراتكم على الردود الجميله وعلى التفاعل الراقي مع حضراتكم. قبل ما ندخل على الالوان وعالم الالوان، اترك مساحه من الوقت للدكتور محمد، لو في اسئله يتفضل، لو ما فيش يبلغني وانا ان شاء الله اكمل معاكم في الالوان. تفضل دكتور محمد. حاليا يا دكتور لغايه الان ما كانش في اسئله وجدت في الشات، لو في حد من الاعضاء الكرام معاه ودي يسال سؤال ممكن بعد اذنه هنفتح الشات، هنفتح المايك لثلاث افراد بالظبط، اول ثلاثه لو في حد عاوز يسال اسئله يا فندم اتفضل. سعاد الحل بتاع الجزيره؟ لا هو هي ملهاش حل، يعني فكره الجزيره هو مجرد سؤال للتالف والتعارف بين الحضور الالكتروني، يعني حضراتكم مش شايفين بعض، فعشان نحس بالفه وان احنا معانا مجموعه بمختلف الثقافات والبلدان، فبنحط بقى مجموعه اسئله لفك التلج عشان نقدر نتالف ونتعارف مع بعض اكتر. فهي مش اجابه، كل اللي قلته صح، مصحف، ميه، الاسره، طائره، كل ده صح، مش غلط. تحت امر حضرتك استاذه سعاد او دكتوره سعاد. تمام. هو برضه حسين بيقول في الصوره التحويل هي قلبت معاك لان الانجليزي بيقلب مع العربي بالظبط، هنا ان تحويل بي دي اف لجي بي جي في الصوره تكون واضحه. بدايه انا ما اقدرش احاول لا لما احول من جي بي جي لبي دي اف بالظبط، البي دي اف عشان احوله لجي بي جي لازم الاول ادخله على سوفت وير زي الادوبي فوتوشوب او ادوبي الستريتور، وبعدين اعمل اديتنج واخرجه اعمله اكسبورت للجي بي جي زي ما انا عايز بقى، ما عنديش مشكله خالص. تمام. فكره الوضوح من عدمه سورس فايل، هل سورس فايل راستر ولا فيكتور؟ ها افتكر البي دي اف، البي دي اف كان ايه؟ ها البي دي اف كان ها معنى هذا ان الراستر لا يتحول فيكتور. لا انا مش هقول، مش هجاوب على كلمه الراستر والفيكتور، لكن بالظبط هو راستر امتداد الايكون راستر او فيكتور. بص حضرتك فكره بالظبط كده بالظبط، هو فيكتور البي دي اف ملف فيكتور، انا لما باخده واحطه جوه البرنامج واصدره انا ممكن كده ابقى انا حولت الفيكتور الى راستر. تمام. ودي بسهوله جدا من خلال برنامج الفوتوشوب، الادوبي فوتوشوب او الادوبي الستريتور برضو بيعمل نفس القصه بالظبط. تمام. اتمنى اكون وضحت النقطه دي. تمام يا دكتور. هو اظن ان مفيش حد من حضرتك الان في حد عنده اسئله، لو في حد عنده اسئله وعايز يفتح المايك بعد اذن يكتب واحد في الشات وانا افتح له المايك على طول لو في حد. طب تمام. حضرتك يا دكتور معاك المايك، حضرتك اتفضل. تمام شكرا جزيلا. العكس هرد عليها مع بدايه برنامج الستوري لاين، هقول لكم العكس بيتم ازاي. تمام شكرا استاذ حسين. الالوان، الالوان وعالم الالوان، وزي ما بيقولوا كده كنت درست اول مره، درست جرافيك، كان انستراكتور كان اول حاجه يقول لنا الالوان وما ادراك ما الالوان، وعرفت بعد كده هو كان يقصد ايه الالوان وما يقصد بيها. طبعا فكرة الألوان، اللون هو المكون الرئيسي للصورة، اللون مكون رئيسي للصورة، وناخد بالنا كويس جدا إن الألوان هي اللي بتعطي الإحساس بالصورة. يعني في صورة أول حضرتك ما بتشوفيها تبدأي تدقي وتشوفي وتعرفي التفاصيل إيه وبتتكون، وفي صورة من أول عينك ما تقع عليها ما بتبصلهاش تاني. ليه؟ الألوان، الانطباع الاول عن الالوان، واستخدام الالوان الصفراء والبرتقالي يعطي احساس بالدفء. يعني انا مثلا في حر، ومثلا في الرياض لما اجي اعمل اعلان في الشارع احطه اصفر وبرتقالي في عز النار، ده يعني كده انا بولع في الناس يعني. لكن
لما اجي اعمل اعلان احط فيه ازرق وانا قاعد في الحر، لو انا قاعد مثلا في روسيا اعمل اعلان بالاصفر والبرتقالي احسس الناس بالدفء، وهكذا. استخدام الالوان يا جماعه بيحتاج ذكاء في اختيارها، تمام، وفي تنظيمها. ليه؟ لان استخدام اللون الابيض في الخلفيه بيعطي احساس بالتنظيم والنظافه، الالوان الذهبيه والفضيه تعطي احساس بالفخامه. وهناخد دلوقتي كميه امثله على لوجوهات واعلانات وشركات تستخدم الوان رهيبه، هتحسوا قد ايه احنا كنا مش باصين للالوان باهتمام. الالوان في العموم عباره عن اطياف ضوء لها طول موجي معين، دخلنا بقى في العلوم ساينس. ولك ان تعلم ان اللون في حد ذاته شفاف لا ترى بذاته، ولكن بترى انعكاسه على السطح، يعني بنرى الانعكاس فقط، تمام. وجماعه بتوع الفيزيكس صلحوا لي لو انا اخطات. وبالرغم من وجود انظمه الوان مختلفه او كثيره بالنسبه لتراكيب الالوان المختلفه، الا انه يوجد نظامين اساسيين في التعامل مع جرافيك. جرافيك فيه نظامين، نظام اسمه RGB ونظام اسمه CMYK، ودي بنسمعها كتير. ايه الفرق بين نظام ال RGB ونظام ال SMYK؟ ده اللي هنعرفه مع حضراتكم حالا. سريعا برضو في خلال اقل من 5 دقائق معانا وقتنا، ايه هي انظمه ال RGB وال CMYK؟ ايه ده وايه ده؟ عباره عن ايه يعني؟ ما هي انظمه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ او ال RGB بيرمز لايه؟ طبعا هي انظمه لونيه عشان نبقى في البدايه معرفين. ال RGB عباره عن ايه والCMYK عباره عن ايه، تمام. برضو اخد برضو لو حد حابب، في عندنا دكتور محمد الاخ حسام رفع ايديه لو حابب يعمل مداخله. سواي دكتور. بارك يا دكتور. بركاته. صح. ال RGB ريد وجرين وبلو اللي هو الثلاث الوان الرئيسيه، الاحمر والاخضر والازرق، والCMYK اللي هي السيان والماجنتا واليلو والبلاك، بحيث ان هو ده نظام لوني وده نظام لوني، ده بيعتمد على الالوان الاساسيه ودي على الالوان الفرعيه. أيوة. او الالوان الفرعية. طيب طبعا ما تشرفنا حضرتك، قلت لنا مجالك واسمك بس يا استاذ حسام. التكنولوجيا تعليم وحاسب الالي برضه في المجال بتاعنا. اهلا بيك. اهلا وسهلا، شكرا للمداخله. طبعا كلام مظبوط جدا 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 هو قال الاستاذ حسام بالظبط كده، زي ما الاستاذ خلف وضح، قال برضو ان باختصار اول نظام عندنا هناخده اللي هو RGB Red Green and Blue، ده بيسمى Additive Colors. ليه؟ لان عند اضافتهم جميعا مع بعض بنسب كامله بتكون النتيجه لون ابيض. ودي كانت معلومه انا بالنسبه لي لما درستها كانت معلومه جديده، يعني لما بحط نفس النسب من الثلاث الوان دول بيطلع لون ابيض. دي كانت معلومه كانت بالنسبه لي جديده ايام ما كنت في ثانوي، تمام. وهذا منطقي. ليه؟ لان نظام الوان الضوء عندما يوجد ضوء يكون اللون الابيض، وعند عدمه يكون اللون الاسود. وده بيستخدم فيه يا جماعه في الشاشات اللي بطبيعه الحال بتعمل بايه؟ بالضوء. لذلك الشاشات كلها بتشتغل بنظام ال RGB. الشاشات بتشتغل بالنظام الضوئي اللي هو RGB، وقلنا Red, Green and Blue. لذلك ولذلك يا جماعه استخدام النظام عند عمل التصميمات بتعرض على الشاشات زي الافلام ومواقع الويب. يعني انا لما باجي اعمل ديزاين يا جماعه لازم اعرف الديزاين اللي انا عامله ده هيتعرض على ايه؟ هيتعرض على شاشه كمبيوتر؟ يبقى لازم استخدم نظام ايه لوني؟ ال RGB. ينفع استخدم CMYK؟ ما ينفعش. ليه؟ لان هو ده النظام الضوئي. طب لو انا هستخدم الشغل التصميم اللي انا عامله ده عشان اطبعه برنتد على رول اب على رول، ينفع استخدم ال RGB؟ لا. في ليه؟ لان ده نظام وده نظام. يبقى انا فهمت يا جماعه ان عندي نظامين، نظام اسمه RGB ونظام اسمه CMYK. اول نظام شرحناه اللي هو RGB بيتكون من 3 الوان ريد وجرين وبلو، وبنسميه اللي هو النظام الضوئي. يعني لما اجي اعمل تصميم، التصميم ده هيتحط في مخرج ايه؟ هيتحط على الشاشه،
هيتحط على الانترنت، هيتحط على السوشيال ميديا، كل دي حاجات ضوئيه، يبقى لازم اتبع النظام اللوني RGB. طيب لو انا هستخدم CMYK، سي بيرمز للون اسمه السيان، وده برضو يا جماعه على فكره يعني حاجه من ضمن الحاجات اللي انا ما بكسفش، ما كنتش اعرف ان ده اسمه سيان يا جماعه، ده انا ما كنتش اعرف ان ده اسمه سيان. الكلام ده كنت في ثانيه ثانوي، الكلام ده كان سنه يا سنات بلاش بلاش، ده اسمه لون السيان، كنت اعرف ان ده لون واعرف اسمه ليه اسم تاني، بس كلمه سيان ما كنتش اعرفها. ده لون اسمه ماجنتا، ده طبعا اليلو عادي جدا معروف عندنا، وده البلاك. اختصار CMYK دي بنسميها subtractive colors، ليه؟ لان عدم وجودها بيكون لي لون الابيض، لان النظام اللي بنستخدمه ده هو اللي بيستخدم في الطباعه في البرينتد، تمام؟ فلذلك انا لما باجي اعمل تصميم او ديزاين او انفوجرافيك، الانفوجرافيك ده هيتحط فين؟ على الفيسبوك، يعني هيتحط على شاشه يبقى ار جي بي. لا ده انا هعمله على رول واحطه على باب الجامعه برينتد اي بس سي ام واي كي. واضحه؟ اتمنى تكون واضحه. النظام اللوني اتمنى يكون واضح عند حضراتكم. طبعا الالوان زي ما انتم شايفين يا جماعه هو بحر ليس له نهايه، كم هائل جدا 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 من كل من الالوان، وكل لون ودرجات الالوان من الفاتح للغامق ومن الغامق للفاتح، تمام؟ وهبعت لحضراتكم ان شاء الله مجموعه من المواقع اللي بتسهل عليا اختار اللون ودرجاته، واختار اللون واللون اللي يتناسب معاه، واللون واللون اللي ينعكس على حاجه تانية. لو انا هحط كلمه والمضاد بتاعها يبقى لازم احط لون واحط اللون المضاد بتاعه، اعرف منين ان اللون ده هو مضاد اللون ده؟ هنعرفها مع بعض دلوقتي، تمام؟ اتمنى تكون الموضوع واضحه. طبعا في عندنا حاجه اسمها الكالر ويل اللي هي قدام حضراتكم دي. الكالر ويل دي طبعا دائره بتحمل جميع الالوان سواء ار جي بي او سي ام واي كي، تمام؟ كالر ويل دي بلاقيها في، لو كتبت بس على جوجل سيرش كالر ويل هلاقي كم هائل جدا من الالوان، تمام؟ اشهر مواقع بتعمل لون وانا بثق فيها شركه ادوبي، ودي يعني اخر المحاضره هفتحها لحضراتكم على البراوزر عندي ان شاء الله باذن الله تعالى، تمام؟ نيجي بقى على مدلولات الالوان، مدلول اللون. الالوان دي زي ما حضراتكم شايفين، بصوا كده معايا يا جماعه، الالوان دي شايفين اللي انا عامل عليها نجوم، دي بنسميها الالوان الدافئه، الالوان الدافئه. الالوان دي اللي عليها علامه اكس بنسميها الالوان المحايده، الالوان المحايده. اخر حاجه اللي عليها علامه صح بنسميها الالوان البارده، وده هنعرفه ازاي نستخدمه برضو بعد كده. كل ده يا جماعه اقدر اوظفه في التصميم بتاعي الخاص بالمحتوى او المقرر الالكتروني زي ما اتفقنا. طبعا زي ما حضرتك قلت استاذ علي لازم اراعي كل كده، يعني ما ينفعش انا ابقى بعمل شاشه لطلبه في ابتدائي واحط الوان محايده، لازم احط الوان تتناسب معاهم تتفاعل معاهم، مظبوط؟ ده شيء مهم جدا مهم جدا، ولذلك انا ذكرت مصطلح خاص بي انا اسمه الذكاء في اختيار الالوان. انا عندي الالوان كتير جدا لكن انا بذكائي اختار اللون. ليه احنا بنختار السؤال لونه احمر؟ ليه الاجابه بالازرق؟ ليه بعمل كذا بالاخضر؟ لازم ابقى عارف مدلول كل لون. وهناخد بعض زي ما وضحت لحضراتكم ان شاء الله خلال العشر دقائق اللي فاضلين دول كم من الامثله لا حصر لها. وطبعا المرحله العمريه، يعني ما ينفعش مثلا كمثال ناس انا عامل مقرر او عامل مثلا محتوى دوره لمديرين العموم استخدم فيها الوان بيستاج والوان اللي هي الالوان الدافئه الزياده عن اللزوم، ما ينفعش. وفي نفس الوقت ما اقدرش استخدم الالوان البارده كلها، لازم اعمل ميكس
يتناسب مع المرحلة العمرية زي ما الأستاذة شروق قالت. في عندنا مجموعة إحصائيات جميلة جدا، الأزرق، الأحمر، الأصفر، البرتقالي والأخضر والأرجواني. هناخد كل لون مع حضراتكم حالا في جولة سريعة نشوف الألوان دي مين من الشركات عملت اللوجو بتاعها بيها. تمام؟ سريعا قبل ما ندخل عليها سريعا في خلال 3 دقائق بالضبط، أنا عندي هنا معادلة بسيطة بأعواد الثقاب، دي ليها حل على فكرة، دي ليها حل يعني، 2 + 7 = 0. طبعا المعادلة دي رياضيا خطأ، عايز أحرك عواد ثقاب 1 عشان تبقى المعادلة دي رقميا صحيحة. أوكي الأستاذ سعاد، حرك آخر عود من تحت في الصفر عشان تصبح 9. طيب مين تاني؟ أتمنى يكون في عندنا مداخلة. الزيرو نقل. أوكي مداخلة كمان، اللي حابب يقولها صوتيا يعمل بس ترزعن. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحرك العود اللي في اليسار أسفل بحيث يكمل الرقم 9 من الوسط. نعرف على حضرتك الأول يا فندم. سلمان المالك السعودية. أهلا بحضرتك يا سلمان. حضرتك بتكلم منين من الصديق؟ الطائف مصيف المملكة الأول. يا بختكم. احنا 45 يا شرفونا الله يحييكم. شرف لينا يا فندم. أهلا بسعادتك. شكرا. يعطيك العافية دكتور. شكرا. سعاد الدكتور أحمد العجمي، برافو ما شاء الله تبارك الله. الأستاذ شيرين ممكن نكتب تساوي ولا تساوي؟ لا أستاذ خلف ما ينفعش، ما ينفعش أكتب تساوي ولا تساوي. طبعا ده كان حل إن أنا أعملها لا تساوي، لكن هو الحل إن أنا أخد الطرف الأسفل في الزيرو وأنقله للمنتصف، يبقى 2 + 7 = 9، 2 + 7 بتساوي 9. تمام. نبدأ ندخل بقى يا جماعة على أنا بسميها عشق الألوان. اللون الأزرق بيعتبر لون معظم الشركات المشهورة وكثيرا ما يستخدم لشركات الإنترنت والمؤسسات المالية، وهو لون ذكوري، يعني لون يعني بيسموه لون ذكوري. بيدي سيكولوجية اللون. سيكولوجية اللون يعني يا جماعة يعني نفسيا، علماء النفس طبعا، ما ناس علم نفس طبعا، دول أساتذتنا طبعا. سيكولوجية اللون، اللون ده يعني مدلوله ايه؟ موثوق، بيدي موثوقية، بيدي نوع من انواع ان هو الشخص ده محافظ، الرزانة، الاعتمادية، الامانة، الهدوء، الامان، الروعة. طبعا كل ده موجود مثلا في شركة فولكس فاجن، كبرى مصنعة السيارات. فورد يعني بيدي حركة انطباع، سامسونج، مازدا، بي ام في، بي ام دابليو، وهكذا. الشركات دي عاطية اللون ده للوجو بتاعها نظرا لاعتمادها على سيكولوجية هذا اللون. تخيلوا قد ايه. ودي زي ما حضراتكم شايفين تويتر، فيسبوك، اتش بي، وهكذا. طبعا فايزر، فايزر دي اكبر شركة ادوية في العالم طبعا زي ما انتم عارفين. طبعا تي ان تي، كمية شركات رهيبة بتعتمد على اعتمادية سيكولوجية اللون وانطباعه عند المتلقي، ولذلك هي أصبحت براند، يعني من ضمن الـ 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 زي ما بيقولوا كده شهرتها اعتمدت اللون والديزاين، واعتمدت منهم موثوقية في سيكولوجية اللون نفسه. تمام. وشركة فيزا طبعا، ولو أن شركة فيزا أنا رفع عليها قضية فمش عايز أقولها عشان في مشكلة بيني وبينهم. تمام. ندخل على لون تاني، لون الأسود. سيكولوجية اللون معقد، غامض، موثوق، بروفيشنال، احترافي، أنيق، زي هوندا، جلت، مرسيدس، نسلي، أديداس، ديزني، متخيلين حضراتكم، أودي، لكزس. طبعا بيستخدم اللون الأسود زي ما انتم شايفين من قبل علامات تجارية راقية جدا جدا جدا. ده وثقت في اللون الأسود وحطته ك
لون للبراند بتاعها فيها. تمام، ندخل على لون اخر، اللون الاحمر. طبعا الجماعه مشجعين النادي الاهلي هيبقى عندهم ميل لهذا اللون. طبعا لون سيكولوجيته ان هو جريء شغوف قوي منتبه محب ومثير وعملي وعدواني. ده هتلاقيه في الشركات لو هتلاحظوا معظمها الاطعمه، معظمها مش كلها، مش كلها يعني كرافت هاينز وهكذا. طبعا في نيسان، في ماربورو، في فودافون، لكن انا بتكلم فيها هتلاقي فيها جزء من اللي الشغف الطعم زي هاينز وكوكاكولا وهاردز والكلام ده كله. تمام، ندخل على اللون الاصفر. بحر الالوان يا جماعه زي ما قلت لكم، والذكاء في اختيار الالوان. اللون الاصفر منطقي ومتفائل ومتقدم وموثوق ومبدع ومشرق، زي ايكيا، دي اتش ال، ماكدونالدز، جودير. جودير طبعا دي شركه اطارات سيارات. تمام، نيكون شركه كاميرات وعدسات كاميرات وهكذا. تمام، البرتقالي سيكولوجيته ان هو سعيد حيوي واجتماعي وودود ومتحمس ومشمس وشهي، ده زي يا جماعه اعلانات فانتا، ماتزولا، فايرفوكس المتصفح. تمام، نيكلوديان دي كانت قناه ما اعرفش متهيألي ما بقتش موجوده، تمبرلاند شركه احذيه حفظكم الله، اتش تي ام ال اللغه من لغات البرمجه وهكذا. تمام، واللون البرتقالي على فكره من الالوان كثيره الاستخدام في الويب ديزاين. يعني اللي منكم مشتغل ويب ديزاين او هيشتغل هيعرف ان البرتقالي رقم واحد في الويب ديزاين. الاخضر سيكولوجيه اللون برضو طبيعي، ثري، طازج زي ما بيقولوا عندنا هنا، حيوي، بيئي، متجدد. طبعا ستاربكس، لاكوست، اكس بوكس، سابوي، طبعا احنا جوعنا بعد بعد الحاجات دي. طبعا معظمها زي ما انتم شايفين اطعمه ومشروبات. تمام، بالظبط، هو له علاقه بالبيئه والحفاظ على البيئه وهكذا. لكن طبعا في منها براندات خاصه باكس بوكس، اكس بوكس، لاند روفر، دي سيارات وهكذا. تمام، الارجواني. الارجواني يا جماعه لون ملكي وغامض وخلاق، طموح قوي. تمام، هتلاقوا في كادبري، فيديكس، الشركات اللي هي يعني مش ياهو، طبعا شركات مش تقيله، يعني مش عفوا شركات مش سهله، من براندات التقيله يعني. تمام، المتعدد اللي هو زي ما بيقولوا السيكولوجيات الالوان المتعدده زي قوس قزح، اللي زي ايباي. طبعا سيكولوجيته اللي انا قلتهاش ان هو الالوان المتعدده، ان هي مرحه محبوبه متعدده الاغراض مواكبه للعصر، زي طبعا مايكروسوفت، جوجل، كروم، السمارت تي في بانواعها، بلاي ستيشن، ما شاء الله البراندات زي ما حضراتكم شايفين متنوعه في الالوان المتعدده. طيب احنا دلوقتي المفروض ان احنا انهينا المحاضره، ولكن انا يعني استاذنكم في ان انا اخد من 10 الى 15 دقيقه تاني، فبعد اذنكم اللي موافق طبعا يعني يسمح لي يكتب واحد، اللي يسمح لي ان انا امد المحاضره 15 دقيقه كمان. شكرا 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 جزيلا، بعتذر عن الاطاله. طبعا العرض موجود للتحميل للجميع. تمام تمام، شكرا جزيلا، شكرا لحضراتكم. طيب برضو بالاشتراك مع المجموعه هناخد فكره اليوم عن البرنامج. ما اظنش يا استاذ حسام، لان احنا النهارده بناخد الريفيو كامل. ان شاء الله المحاضره الجايه باذن الله زي ما اتفقنا هتبقى الجمعه الاولى من الشهر القادم باذن الله تعالى. باذن الله تعالى هحاول باذن الله، والمحاضره دي هتبقى من اسكندريه، يعني المحاضره الاولى من الرياض والمحاضره الثانيه ان شاء الله تكون من اسكندريه باذن الله. نكمل مع بعض الجزئيه دي. عايزين نعرف مع بعض ايه الفرق بين الانفوجرافيك والموشن جرافيك، البيت ديبث والكالر مود، البيكسل اسبيكت ريشيو والريزوليوشن يونت. الله يعزك الاخ ابراهيم، انا اسكندراني اساسا على فكره، انا اسمي لقبي في الاخر دكتور وليد ابو كليله، فانا اسكندراني بس مقيم في الرياض، فعشان كده الفتره الجايه ان شاء الله اجازه بعد عناء عامين ونصف، ربنا يحفظكم جميعا يا رب ان شاء الله.
أهلا بك أخ إبراهيم، أهلا وسهلا. دي الجزء ده اللي أنا بشرح فيه يا جماعة، ده اللي علمني إزاي أشتري شاشة تلفزيون. مهم جدا، مهم جدا جدا جدا. أهلا بسعادتك أستاذ أحمد، دكتور أحمد العجمي، مصر منورة بناسها طبعا، أنا أعرف إن حضرتك اسكندراني طبعا. البيكسل أسبيك ريتشو والريزوليوشن يونت، النقطتين دول يا جماعة تدخل بيهم على أي بياع بتشتري شاشة. طبعا دي أنظمة لونية وبيبين لحضرتك مدى دقة الشاشة ومدى وضوحها، وكل ما زادت كل ما الشاشة تلاقي نفس الشاشة دي ب5500 وهي نفسها بنفس البوصة ب10 أو 15. طب إيه السبب يا جماعة؟ أنا مش فاهم. تلاقي البياع بيتكلم وعمال يتكلم، لكن هي الفكرة في المصطلحين دول، المصطلحين الخاصين دول اللي هو بيكسل أسبيكت ريتشو والريزوليوشن، دول اللي هنقولهم حالا مع حضراتكم بإذن الله تعالى. أول مصطلح عندنا يا جماعة اللي هو الإنفوغرافيك. الإنفوغرافيك، الإنفوغرافيك هو عبارة عن تحويل البيانات والمعلومات إلى صور ورسوم يسهل فهمها بوضوح، وهي تعتبر شكل من أشكال التواصل المرئي. إنفوغرافيك بيساعد على تبسيط المعلومات وبوصلها للأشخاص. لما بجمع معلومات إنفوغرافيك بيتكلم على مثلا بنود خاصة بالقانون، بيتكلم على معايير مثلا كذا، بيتكلم على زي الوقاية من فيروس كورونا، حفظكم الله جميعا يا رب إن شاء الله جميعا. فبجمع لكم داتا من 3 4 5 6 7 10 صفحات وحطاكم في صفحة واحدة في صورة رسومات. في النهاية بتشير الدراسات يا جماعة إن هناك حوالي 90% من الأشخاص 90% بيفضلوا المحتوى المرئي بدلا من المكتوب. تخيلوا حضراتكم 90%، يعني لو كل 10 ماشيين في الشارع ولقوا صفحات موجودة تتقرا وإعلان إنفوغرافيك، 9 مش هيبصوا للكتابة، واحد بس اللي هيبص للكتابة، وغالبا هنلاقيه يجهل القراءة والكتابة. دي كانت تالت مرة في محاضرة يعني، عفوا. طيب الموشن جرافيك، الإنفوغرافيك قلنا بيانات، طب الموشن متحركة، هي نفس الرسومات بس متحركة، فيها حركة، عبارة عن عرض متحرك للرسومات بيهدف لتوضيح وتبسيط المعلومة عن طريق الجرافيك طبعا ومعناها. ولو ربنا جعل لنا إن شاء الله في عمرنا نصيب بإذن الله ممكن نعمل، بس دي مش هتبقى محاضرة واحدة بعد إذن دكتور محمد، هتبقى سلسلة كده محاضرات إزاي أعمل جرافيك أو موشن جرافيك، دي ممكن نعملها زي دورة متكاملة يعني، دي ما تنفعش محاضرة واحدة. ممكن إحنا إن شاء الله احنا هناخد حضرتك احتكار معانا ان شاء الله الفتره اللي جايه في الاجازه، هنجي نقعد في اسكندريه مع بعض ونشرف بحضرتك. اتشرف بحضرتك والله يا فندم، تحت امر حضرتك. الله يعزك ان شاء الله. ففكره موجوده والحمد لله الاداره اعطتنا بيرميشن نقدر نعمل كده مثلا محتوى جيد، ازاي اعمل انفوجرافيك ثابت وازاي اعمل موشن جرافيك متحرك ونبدا نشتغل. وطبعا الموشن جرافيك المتحرك بينقسم الى 2D الفلات طبعا اللي هو الفلات العادي خالص، 2D و3D طبعا الثنائي الابعاد وثلاثي الابعاد. تمام. المصطلحين اللي بعد كده حاجه اسمها البيت ديبث، بيت ديبث والكالر مود. كالر مود اللي هم انظمه الالوان اللي احنا قلناها الار جي بي والسي ام واي كي. طب هو ايه البيت ديبث ده يا جماعه؟ البيت ديبث هو عدد درجات الالوان اللي بيسمح بيها الملف، ودي أربع خيارات، أربع خيارات، إما 1 بايت بيسمح بلونين فقط أبيض وأسود، أبيض وأسود، أو 8 بيسمح ب 256 درجة لون، أو 16 أو 16 بيسمح ب 65536، أو زي ما انتم شايفين الرقم اللي فيه مجموعة من الملايين يسمح به كذا وكذا، رقم ملايين الملايين من الألوان. ويلاحظ أنه عند استخدام عمق لوني كبير يؤثر على حجم الشاشة أو حجم الملف كمان، حيث يمكن أن يصل حجم الملف إلى أكثر من 2 جيجا. عشان كده بلاقي الصورة يا جماعة صورة عادية جدا أنا صورتها بكاميرا مساحتها 600 كيلو، واحد تاني بكاميرا تانية صور نفس الصورة بس بكاميرا تانية البيت ديبث بتاعها عالي وعاطية 6 جيجا
او عفوا 6 ميجا مثلا، تمام؟ ده ليه؟ لان العمق اللودي عالي، تمام؟ ولذلك انا لما باجي اشتري شاشه بقول له البيت دبث بتاعها كام، كل ما كان عالي كل ما كانت الشاشه دي قويه وبتوريني وضوح اعلى. المصطلحين اتوقع اللي في النهايه البيكسل اسبيكت ريشيو وريزوليوشن يونت، وده برضو خاص بالشاشه يا جماعه. البيكسل اسبيكت ريشيو ده نسبه عرض البيكسل مع الى طوله، البيكسل طول وعرض، طول وعرض سواء شكله مربع او مستطيل. بالرغم من ان غالبيه الاستخدام يكون للشكل المربع، يعني في معظم الاحيان، في معظم الاحيان. دكتور احمد بيقول يتوقف الارسال على قناه مرسله. ده انا بتكلم يا دكتور احمد على لو حضرتك بتعمل بتكري بتنشئ شيء. يعني انا مثلا لما باجي اصمم فيديو، تمام؟ يعني احنا بعاد عن البث طبعا، القنوات الاماراتيه هي اعلى بث 4K ولا اخر. طب ال 4K ده اجيبه ازاي او احصل ازاي لو مش من بس؟ ازاي انا اعمل في مقطع فيديو مدته دقيقه 4K، تمام؟ لو انا عملته واستخدمت زي ما قلنا الاسبيكت ريشيو والمصطلحات اللي قلناها، واستخدمت فيها اعلى معدلات، مش هتظهر في الشاشه العاديه، انت مش هتستمتع، مش هتحس بحاجه. لكن لو كان عندك البيكسل اسبيكت ريشيو عالي، هتبص حركه المسدس، حركه المقاتل، حركه البيت وهو بيقع، لان ده احنا اتفقنا ان احنا بنصمم مقرر الكتروني، فانا اللي بصمم الفيديو، ده ملوش علاقه بالبث. لكن لو على البث انت هتستفيد بيها لما تفتح القنوات المتخصصه او قنوات البروفيشنال، زي مثلا دي ام سي اتش دي، هتحس جدا جدا الشاشه القويه في القنوات عاليه البث. ده لو من بس، لكن احنا طبعا مجالنا ما هوش علاقه بالبث، هو له علاقه بايه؟ بانشاء مقرر الكتروني. وانا لما باجي انشئ مقرر يا جماعه لازم احطه، يعني مثلا انا بشتغل في دوله ناميه، من المفترض ان انا ما احطش كل حاجه هاي كواليتي، لا احطها ليفل متوسط ميديوم. لو انا بشتغل مثلا في امريكا، لا انا احطها 4K، ما عنديش مشكله خالص، ده برضو مهم جدا جدا جدا، تمام؟ نرجع لي نسبه زي ما قلنا الاسبيكت البيكسل اسبيكت ريشيو، دي نسبه عرض البيكسل وطوله، طول وعرض، نسبته طول وعرض، دي حاجه. الحاجه الثانيه مستطيل ولا مربع، واتفقنا الاغلب بيبقى شكل مربع. في حالات خاصه بيجب معرفه نسبه البيكسل على الجهاز. ليه؟ انا دلوقتي لما باجي اشتغل لازم ابقى عارف البرنامج اللي انا هعمله هيتعرض فين، عشان ابدا احط ريكويرمنت معينه للاوتبوت بتاعي، تمام؟ واضحه؟ انا لما باجي اصمم شيء لازم اعرف الشيء ده هيتعرض فين، هيتعرض على شاشه سينما. يا نهار ابيض، شاشه سينما، يبقى لازم من البدايه اكون ظابط البيكسل اسبيكت ريشيو والطول والعرض والريزوليوشن، كل ده لازم يبقى واضح. لو انا عملتها لشاشه لابتوب 1024 هتظهر سيئه للغايه، مش هيبقى فيها وجوه وش من ظهر، تمام؟ واضحه يا جماعه؟ اتمنى تكون واضحه ان شاء الله. طيب بالنسبه للريزوليوشن يونت، دي وحده قياس الصوره، وحده قياس الصوره، وتقاس اما بالبكسل على الانش، ودي مهمه جدا، والشائع والمتعارف عليه عدد البكسل على سنتيمتر. كل ما عدد البكسل على سنتيمتر زادت، كل ما كانت الشاشه دي على كفاءة عالية. عشان كده بقول وانتم بتشتروا يا جماعة الأربع مصطلحات اللي في الآخر في غاية الأهمية. أتمنى تكون الريزوليوشن يونت واضحة لحضراتكم. ده تقريبا أنا أنهيت، بس فاضل بس إن أنا آخد من حضراتكم بس النهاردة إحنا تقريبا اتكلمنا في كل واحد من حضراتكم كده سريعا يكتب لي عنوان بسيط، ثلاث أربع كلمات عن عنوان من اللي احنا اتكلمناهم النهارده. اتكلمنا عن ايه النهارده يا جماعه؟ في الساعه وربع او الساعه سريعا كده، يعني كل واحد يعني الكالرز، ممتاز. ده كده اختيار الالوان، نظام الالوان، الريستر والفيكتور، الراستر والفيكتور، ممتاز. دلالات الالوان، البيكسل، الفرق بين انظمه الالوان، ممتاز.
أهمية الألوان. ممتاز ممتاز. كلية الألوان رائع 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 يا جماعة. أوكي رائع. أنتم ما شاء الله تبارك الله يعني مجموعة تستحق الشكر. وأسس التصميم ممتاز ممتاز ممتاز. أهمية الألوان دلالتها. شكرا جزيلا لحضراتكم جميعا. كلر سبيكريتشو. شكرا أخ خلف. زي أختار شاشة. لا مش قوي كده. طيب سريعا برضو في خلال برضو أقل من خمس دقائق حضراتكم بأمانة ما عجبكم في محاضرة اليوم سريعا. الأول نبدأ بما عجبني. إيه اللي عجبكم في محاضرة النهاردة؟ إن مدتها قليلة. طب الحمد لله الأسلوب. شكرا. كلها مش قوي كده. شكرا لحضرتك دكتور أحمد العجبي. شكرا دكتور الله يعزك أستاذ إيمان. شكرا جزيلا العرض تمام. أنتوا كده جماعة يعني أعطوني أكتر من حجمي للأمانة يعني. طيب إيه الحاجة اللي لم تعجب حضراتكم في محاضرة النهاردة؟ حاجة النهاردة اللي ما عجبتكمش. مدة المحاضرة قصيرة. هو احنا متعمدين عشان يعني ان شاء الله المحاضرة جاية هتعمل كفرنج لكل حاجة. خلصت بسرعة. ده انا والله ما حسيتش بالوقت معاكم بصراحة. لا لو في اي حاجة في الاسلوب في الكلام في الديزاين يعني ياريت تفيدوني فيها برضو. الاصوات الخارجية طبعا دي بتبقى حد يعني فتح المايك بدون قصد. وطبعا احنا الدكتور احمد محمد مشكورة بيغلقه في الحال للامان. معلش هو بيحصل في بعض الاحيان بتفتح غصب عن الناس يعني مش بيبقى مزاجهم. وعموما برضو يعني الباب مفتوح للاسئله. اي اسئله حضراتكم عايزينها مشكورين طبعا تبعتوها. هحط الميل بتاعي والدكتور محمد موجود وانا على استعداد ارد على اي حد في اي وقت. انا 24 ساعه ما عنديش مشكله خالص. بشكر حضراتكم جدا 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 جدا. وندخل بعد كده على الجزئية الشبه الأخيرة. أنا موجود على مواقع التواصل تقريبا كلها. WKLILA دكتور وليد عصام عبد الجواد أبو كليلة. WKLILA موجود على ياهو. نفس الأكاونت بتاعي اللي عايز يبعث لي إيميل. WKLILA على الياهو على الهوت ميل على الجيميل نفس الأكاونت. وعلى السوشيال ميديا كاملة. طبعا بشكركم شكر جزيل على وقتكم الثمين يا جماعة. مع تمنياتي لحضراتكم بنجاح باهر في كل خطواتكم القادمة بإذن الله. الكلمة ليك دكتور محمد. أنا بشكر لحضرتك دكتور وليد. شكر كل شكر والتقدير لحضرتك جدا أنك شاركت معنا في إيميرج أفريكا بالعربي. بشكر كل حضور الكرام. يعني بشكر جدا وجودكم معنا. وإن شاء الله يعني إن شاء الله الورشة القادمة هتبقى موجودة في أول جمعة في أول شهر القادم إن شاء الله. بالنسبه للمقترح في احد الاعضاء الكرام بيقول حقنا نكتب في المقدمه. بس يعني هي الموضوع كله ان احنا كتبنا العنوان الرئيسي بحيث ان احنا نعمل الورشه دي لمده ساعه ساعه ونص وبعد كده الثانيه تبقى ساعتين تقريبا بحيث ان احنا ما نتعبش الناس. احنا كنا ممكن نعملها يوم واحد بس معلش يعني حضرتك ممكن عندك خبره في الاول وباقي الاعضاء عندهم مثلا خبرات في مجالات ثانيه. فاحنا بدانا ستيب باي ستيب عشان نقدر نوصل مع بعض للهدف اللي احنا عايزينه. بشكر حضرتك. في احد الحضرات الكرام برضو اشار ان احنا ممكن نعمل جروب على الواتساب عشان نذكر بعض. انا عاوز اوضح لحضراتكم ان احنا عندنا اساسا عندنا جروب على التليجرام وعندنا كمان عندنا جروب على التليجرام. انا هبعت لحضرتك كل حاجه دي واحده. بالنسبه ده جروب التليجرام اللي موجود عندنا. اهو جروب التليجرام ده كل حاجه بتتعمل عندنا وكل الورش اللي احنا بنعملها شهريه الحاجات اللي احنا بنعملها باللغه العربيه بيتم النشر عليه. فياريت كلكم تشاركوا عليه. تاني حاجه بالنسبه للماتيريال اللي الدكتور وليد مشكورا يعني قدمها لينا في الورشه دي. معلش هنعمل مطلوب من كل حد من حضور الكرام ان هو يعمل لي تقييم على على الورشه وعلى تقييم على الايميرج افريكا بحيث ان احنا نشتغل ونشوف ايه الصح اللي عندنا وايه المجالات اللي احنا ممكن نحسن من نفسنا فيها في الفتره القادمه ان شاء الله. وكل الناس اللي هتشارك في التقييم ده هيبقى مطلوب منه هو يسجل الايميل بتاعه فانا هعرف مين اللي موجود عندنا
ويسجل بالميل واديله الماتيريال ان شاء الله بمجرد يعني الموافقه على دور الدكتور وليد. الدكتور وليد مشكورا تم الموافقه عليه. تاني حاجه بالنسبه في سؤال اثير خلال المناقشه بيقول يا جماعه احنا عايزين الورش دي تبقى موجوده اونلاين، فعايز اقول لكم يا جماعه ان احنا عندنا ايمرج افريكا بالعربي عامله شانل، والشانل دي موجوده على طول على الانترنت وموجود عليها كل الفيديوهات. احنا عندنا فيديوهات باللغه العربيه وفيديوهات باللغه الانجليزيه وبرضه بعض اللغات الثانيه اللي هي بتشمل في افريقيا، بحيث ان احنا بناخد افريقيا بصوره كامله. اللي عاوز يتابع بقى كل الحاجات اللي احنا بنعملها كايفنتات كاكتيفيتي كاي حاجه خاصه بايمرج افريكا عندنا هنا، ده الرابط بتاعنا على الفيسبوك جروب وعليه كل الشغل بتاعنا. واللي عاوز يشارك معانا ان هو يعمل ورشه من الورش يا ريت بعد اذن حضرتك، ادي الرقم الشخصي اهو. ده رقم الشخصي بحيث ان هو لو حابب ان هو يشارك معانا بورشه من الورش او يقدر يتطوع معانا، ده رقم الشخصي يبعت لي على الواتساب ونتواصل مع بعض وان شاء الله نرتب ليها ورشه جديده. اي استفسار من الحضور الكرام؟ لو في اي حد من الحضور عاوز يسال اي سؤال او يوجه اي نقطه نقدر نساعده فيها في ايمرج افريكا بالعربي او ان احنا نقدر نساعده او نشتغل معاه، احنا يشوف ان انا بكون موجود معاكم ان شاء الله. شكرا دكتور يوسف. حابب اضيف حاجه دكتور محمد بعد اذن حضرتك؟ استاذنك بالنسبه ان شاء الله للمحاضره الجايه باذن الله تعالى حضرتك هتبقى مشكورا ان تبعت لهم على الايميل باذن الله تعالى رابط هيقدروا يحملوا منه برنامج الارتكوليت تمام بموعد معين، وفي المينيمم ريكويرمنت لاي جهاز عشان يقدر من خلاله يسطب الجهاز، ويبقى في زي سناب شوت كده تضغط ناكس يعني الناس اللي اول مره تنزل برنامج هيبقى الموضوع بالنسبه لها بكل اريحيه. الناس البروفيشنال هتبقى ما شاء الله ما عندهاش مشكله خالص. فملف بي دي اف ان شاء الله متكامل باللينكات عشان باذن الله المره الجايه هيبقى انا اعمل تاسك وابدا اعمل شير للدوكيمنت وحضراتكم تعملوا شير للشغل بتاعكم، عشان كده ممكن المره الجايه تبقى محاضره اطول وتبقى دسمه اكتر جدا جدا جدا. شكرا لك دكتور وليد للايضاح. بالنسبه للسؤال اللي هو الدكتوره رنا بتسال فيه شهادات، يا جماعه احنا عندنا كونسبت موجود في ايمرج افريكا ان احنا بنركز على المعلومه اكتر من الشهاده. يعني احنا كل اللي يهمنا ان انت حضرتك خرجت بمعلومه، اجتمعنا كلنا على ان احنا عاوزين نتعلم معلومه اكتر من ان احنا ناخد شهاده نستفيد منها. في بعض الناس بتدي شهادات بس احنا مش عاوزين، يعني الاتحاد الجامعات الافريقيه لما جينا بنتكلم عليه والاتحاد الافريقي يعني عاملين معاه شراكه، فقال لك ان احنا مثلا كل اللي يهمنا ان احنا نركز على تغيير التفكير داخل الدول الافريقيه، مش ان احنا مثلا ندي شهادات للناس. وده ما يمنعش ان احنا عندنا بعض الكورسات اللي هي اصلا بتبقى ليها فلوس مثلا ديت لانها معتمده من الجامعات الافريقيه ومعتمده من جامعه كيب تاون يونيفرسيتي، فدي ممكن لو حضرتك حابب ان هو يعرف عنها حاجه ممكن يبعت لي على الواتساب وانا هكلمه واشرح له كل حاجه. بالنسبه للرابط، الرابط حضراتكم بمجرد ان هتعملوا التقييم بتاع الورشه اللي انا هبعته الرابط تاني اهو هيبقى حضراتكم موجودين معانا، وكل الناس دي انا هعمل لها يعني دعوه مباشره للورشه القادمه ان شاء الله. في اي استفسار ثاني او في اي سؤال وانا تحت امر حضرتك. حصل في شويه حاجات، انا كنت تعبت الفتره اللي فاتت بسبب الكورونا، فعشان كده كان النشاط بتاعنا كان واقف شويه، فعشان كده وكنا متفقين ان احنا هنبدا انا والدكتور وليد، والدكتور وليد الحمد لله ربنا عافاه برده وكان اصيب بالتهم الكورونا، بس يعني الحمد لله. فيعني ان شاء الله مش هنبقى متاخرين، وان شاء الله هيكون معانا ورش عمل جديده ومعانا كل حاجه حضراتكم محتاجينها. ولو في اي توجه من اي حد في الجامعات المصريه او بره مصر لخاص بايمرج افريكا بالعربي انا تحت امركم. وكمان الميل الشخصي بتاعي اهو، اكيد كلكم معاكم الميل الشخصي بتاعي لان انا بتعبكم وببعت لكم رسائل كتير قوي على الميل. gmail.com juba.elearning@gmail.com. ويا رب تكونوا النهارده يعني كنا ضيوف خفاف عليكم، وان شاء الله يا رب تنورونا كتير. ان شاء الله عندنا في ورشتين قادمتين، ورشه هنتكلم فيها عن الفيرتشوال لاب، وورشه ثانيه هنتكلم عن الكواليتي اشورنس، واللي هيبقى معانا اثنين محاضرين جيدين محترمين جدا متخصصين في المجالات دي. وان شاء الله يا رب لو في اي حد يعني من الحضور الكرام حابب ان هو يشارك بورشه يبقى ده كويس جدا،
وارقام رقم التليفون معاكم، وان شاء الله دكتور وليد بنقدم كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور وليد. ولو في اي حد عاوز يقول اي كلمه بعد قبل ما نقفل، المايك مفتوح لكل الناس. في الاخ حسام بيقول تكون محاضره التصميم المقال الالكتروني عملي وواقعي يعني تطبيقي. الشغل هيبقى تقريبا مجزأ، السيشن هتبقى الى اجزاء، كل جزء انا هعمله هيبقى فيه ربع ساعه او 10 دقائق تطبيق من حضراتكم باذن الله، وهشوف بنفسي يعني، مش هيبقى تطبيق وخلاص، لا انا هشوف بنفسي. خليك انت تعمل شير للسكرين عندك وتقول لي عملت ايه وما عملتش ايه، واللي عملته عملته ازاي، واللي ما عرفتش تعملهم ما عرفتش تعمله ليه. يعني تبقى دوره صعبه شويه، بس هنحاول ان احنا ان شاء الله يبقى فيها تفاعل على قد ما نقدر باذن الله. وان كانت انا ممكن اقول لحضراتكم على حاجه، رابط التحميل هيوصل لحضرتك دكتور ان شاء الله المره القادمه قبل ما نبدا الورشه. وانا عندي حاجه كده، ممكن ان انا احاول مع الاداره عندنا ان احنا لو الناس اللي حضروا معنا الورشه دي ان شاء الله سجلوا مثلا في التقييم وكانوا موجودين معنا في الورشه الثانيه وتاكدنا انهم موجودين، انا ممكن احاول ان انا اكون اوفر لهم شهاده من ايميل جي افريكا بالعربي. يعني ده وعد ان شاء الله، ان شاء الله هحاول ان انا اكون قده واحاول ان انا اعمل مفاوضات معاهم وربنا يقدم لي في الخير. طب شهاده ليا انا؟ طيب لا اكيد، انت حضرتك منورنا دكتور وليد. لا 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 ما فيش، بص دكتور وليد انت موجود معنا خلاص، فيعني الشهادات دي هنخليها موجوده على موجود معانا. ربنا يجزيك خير يا رب. اللهم امين. يا رب ان شاء الله نشوفكم في ورش جديده كتيره في ايميرج افريكا بالعربي. ويا رب لو في اي حد عنده اي تعليق يا جماعه، لو في حد شايف ان في مشكله في ايميرج افريكا بالعربي اتفضل يقول، وانا موجود ومستمع جيد يعني. اتفضل ان شاء الله يا دكتور خلف، ان شاء الله هتبعت لحضرتك الماتيريال قبلها بفتره واحنا تحت امر حضرتك ان شاء الله. شكرا لحضرتك دكتور حسام. طيب يعني احنا بنشكركم جميعا وبنشكر دكتور وليد ونكرر شكرنا ليكم، وان شاء الله ان شاء الله نشوف فرص قادمه بالعربي ايميرج افريكا بالعربي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله.